السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم سوف أريكم طريقة تحضير الشيرة. شيرة رائعة جدا، طعمها مثل العسل وحتى اللون مثل العسل، فقط التزموا بالطريقة وبالمكونات. نحتاج إلى 3 كيلو و750 جرام سكر. سكر، هذا سكر، نعم. نحتاج إلى برتقال، 3 قطع برتقال و3 قطع ليمون. يجب أن لا يكون في الليمون والبرتقال أي بذور، ينظف جيدا من البذور، مهم جدا حتى لا تترك مرارة في الشيرة أو هذا العسل. نحتاج إلى قرفة، عود قرفة، عودين كبير أو 3. نحتاج إلى 1.5 لتر من الماء، يعني 3 كيلو و750 جرام سكر مقابل 1.5 لتر من الماء. هذه هي المكونات. الآن سوف نبدأ الطريق. هنا لدي طنجرة كبيرة واسعة، سوف أضع الماء حتى يبدأ في الغليان. مهم أن تكون الطنجرة واسعة وليست صغيرة الحجم. ترون الماء ساخن، سوف أضيف السكر بالتدريج وليس دفعة واحدة. نضع السكر في الوسط، على هذا الشكل. سوف أحرك حتى تذوب هذه الكمية ثم أضيف. نحرك يعني قليل، لا أريد من حبات السكر أن تلتصق في أطراف الطنجرة، لأن إذا تركنا فقط حبة واحدة دون أن تذوب سوف يعود السكر كما كان ولن تنجح الشيرة. لهذا نحرك حتى تذوب هذه الكمية وأكمل إضافة باقي الكمية. السكر ذاب، سوف أضع البرتقال والليمون. تأكدوا أن لا يوجد بلورات سكرية في أطراف الطنجرة. الآن سوف أخفف النار وأترك الشيرة تنضج على نار هادئة جدا. قد تأخذ حوالي الساعة، ساعة ونصف، على حسب. سوف أريكم عندما كيف تعرفون أن الشيرة قد نضجت. وطبعا القرفة سوف تكون في آخر مرحلة، سوف أريكم فيما بعد. هنا كما ترون أصبح لون الليمون والبرتقال يتغير، لازال لم ينضج، لم تنضج الشيرة، لونها لازال فاتح. سوف أتركها تكمل النضج. هنا الشيرة جاهزة، انظروا إلى اللون، لون جميل، وانظروا إلى البرتقال. عندما يصبح لون البرتقال بهذا الشكل تكون الشيرة قد جهزت. انظروا، هذا الليمون أصبح لون بني غامق كما ترون، هنا يظهر أكثر في داخل الطنجرة. ولون الشيرة أصبح لون نفس لون العسل. هنا شيرتنا تكون جاهزة. هنا وضعت القليل من الشيرة، انظروا الشيرة قوامها ثقيل، عندما تبرد سوف تصبح أثقل. الآن سوف أتركها، سوف أطفئ النار. لا تنسوا إزالة الليمون والبرتقال حتى لا يلتصق في الشيرة عندما يبرد، من الأفضل إزالته وهو لا زال حار. لا تنسوا إضافة القرفة. هنا عندما نغلق الطنجرة طبعا نزيل البرتقال والليمون ونضع القرفة ونتركها حتى تبرد.
هذه هي شيرتنا بعد مرور 24 ساعة، لم تتحول مرة ثانية إلى السكر، وهذا دليل نجاحها، كما أنها خط واحد، انظروا، لكن نوعا ما ثقيلة كما ترون، فهي ثقيلة، لهذا إذا كانت الشيرة ثقيلة أكثر يعني عن اللازم سوف نضيف الماء الحار. بالنسبة لي سوف أضيف 180 ملي من الماء المغلي الحار، يجب أن يكون حار، ثم نحرك. سوف أحركها على هذا الشكل. ضفت الماء المغلي، سوف أضعها على النار قليلا حتى تصبح دافئة ويندمج الماء مع الشيرة، حتى لا يبقى الماء فوق الشيرة، لأن هنا لدي كمية كبيرة، إذا كانت لكم كمية صغيرة جربوا، المهم إذا لم يندمج الماء مع الشيرة لأنها باردة ضيفوا، ضعوها فوق النار فقط إلى أن تبدأ في الاندماج الماء والشيرة، اتركوها حتى تبرد، إذا كان قوامها مناسب جيد، إذا كان قوامها لا زال نوعا ما ثقيل سوف أضيف القليل من الماء. أنا ضفت 180 ملي، يجب أن تلتزموا بالمقادير، وسوف أتركها لأرى النتيجة فيما بعد. إن كانت الشيرة أصبحت أخف عن الآن، إذا كانت الشيرة مثلا خفيفة، لا زالت خفيفة جدا، نرجعها على النار لمدة تقريبا 5 دقائق إلى 10 دقائق، سوف تصبح أثقل، وإذا كانت ثقيلة تضيفون الماء المغلي. بهذه الطريقة تكون الشيرة ناجحة. طعمها، هذه الشيرة ما شاء الله طعمها لذيذ، تشبه إلى حد كبير العسل. أتمنى أن تجربوها وتلتزموا بالطريقة، ولا تنسوا الاشتراك في قناتي ومشاركة الفيديوهات مع الأصدقاء. مع السلامة.